بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 24. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن والحمد لله قد فرغنا من تفسير الآيتين من قوله تعالى والمحصنات من النساء إلى قوله تعالى والله عليم حكيم إلى قوله تعالى والله عليم حكيم الآيتين. فالآن نريد أن نتبين ما في الآيتين من أحكام فقهية وآداب شرعية. فيؤخذ من هاتين الآيتين تحريم نكاح المزوجة ما دامت في عصمة الزوج، لقوله تعالى والمحصنات من النساء، أي حرم الله عليكم تزوج المزوجات اللاتي في عصمة أزواج حتى يطلقوهن وتنتهي عدتهن. ويؤخذ من هذه الآيات أن امتلاك المزوجة بواسطة السبي يفسخ نكاحها من زوجها الكافر، وتحل لمن يحل التسري بها ووطئها لمن ملكها من المسلمين، ولكن لا يكون ذلك إلا بعد استبراء رحمها من الزوج الأول، وذلك بأن تحيض حيضة أو يمضي عليها شهر إن لم تكن من ذوات الحيض، لقوله صلى الله عليه وسلم لا توطأ حائض حتى تحيض حيضة، كما في حديث سبي أو طاس. ويؤخذ من هذه الآيات أن ما ذكر فيها من النساء المحرمات هو مقتضى كتاب الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تجوز مخالفته، لأن المسلم يتقيد بما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال كتاب الله عليكم، أي فرضه عليكم. ويؤخذ من هذه الآيات أن غير ما ذكر من النساء المحرمات يحل للرجال تزوجهن، فإن عدد المحرمات من النساء محصور، وهو ما ذكر في هذه الآيات، وما عداه فإنه حلال على الأصل. ثم يؤخذ من هذه الآيات أن الحرام محصور وأن الحلال غير محصور، وهذه قاعدة أصولية تتضمن التيسير على هذه الأمة ولله الحمد. يؤخذ من هذه الآيات مشروعية فرض المهر في الزواج، وأنه حق للزوجة، فلا بد من المهر، فإن كان المهر قد سمي فإنه يكتفى به، وإن لم يكن قد سمي لها مهر فإنها يفرض لها مهر مثلها، وأنه ملك للزوجة،
لا دخل لوليها فيه، حق لها على زوجها لها التصرف فيه، وهو ودلت الآية على أنه في مقابل أن المهر في مقابل الاستمتاع، قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. ويؤخذ من هذه الآيات أن من أعظم مقاصد الزواج في الشريعة تحصين الفروج من الوقوع في الفاحشة، فإن الله سبحانه وتعالى قال: محصنين غير مسافحين، فدل على أن الزواج يحصن فرج الزوجين ويمنع من الزنا وهو المسافحة، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده في أنه حصن فروجهم وأباح لهم ما يضعون فيه شهوتهم، ويثمر لهم ذرية صالحة، ويكون من ورائه الخيرات للزوجين خلاف السفاح والزنا، فإن الله جل وعلا قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا خطير، والله جل وعلا يقول: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل: ولا تزنوا، لأن النهي عن قربان الزنا يشمل النهي عنه وعن أسبابه الموصلة إليه، كالنظر المحرم والخلوة المحرمة، سفر المرأة بدون محرم، سفور المرأة، عدم احتجابها، كل ذلك من الأسباب الموصلة للزنا، فالله أمر باجتنابها: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويؤخذ من هذه الآيات أيضا وجوب المهر كاملا للمرأة إذا استمتع بها، بمعنى أنه دخل بها واستمتع واستحل منها ما لا يحل لغيره، بأي نوع من الاستمتاع، بالنظر والمباشرة والقبلة وغير ذلك، والجماع. والجماع فإنه إذا حصل له أي نوع من الاستمتاع بها بعد العقد فإن ذلك يوجب عليه لها المهر كاملا، قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. ودلت الآية على أن المهر واجب على الزوج وليس هو من باب التبرع، ولهذا قال: فريضة. ودلت الآية أيضا على أن الحق للزوجة، فإذا سمحت بمهرها أو ببعضه للزوج فإنه يحل له، وعلى أن الزوج لو زاد في المهر فإنه يكون للزوج حقا للزوجة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، أي بعد المهر، وهو ما يفرض للزوجة في عقد النكاح من المهر. ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أن من المحرمات على الرجال الأحرار الإماء، فيحرم على الحر أن يتزوج أمة مملوكة لما في ذلك من استرقاق أولاده الذين يأتون منها، لأن الولد تبع لأمه في الحرية والرق، فلا يجوز للحر
أن يتزوج المملوكة إلا تحت ظروف خاصة وبشروط معتبرة ذكرها الله في الآية الثانية، وهي قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، إلى آخر الآية. والله تعالى أعلم، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.